هيئة قصور الثقافة قررت أنها تعرض الفيلم في كافة المحافظات. زي ما احنا عارفين هيئة قصور الثقافة ممتدة في كل محافظات مصر من الشمال للجنوب، 15 سينما تابعة لها. وفعلا مع بداية عرض الفيلم شهدت قصور الثقافة إقبال كبير جدا، ومن المتوقع كمان أن الإقبال ده يزيد خلال اليومين اللي جايين. تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ بسنت. صباح الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ عمرو. يعني يا ريت تدينا شرح كده وافي لخريطه عرض فيلم السرب في قصور الثقافه والاقبال كان عامل ازاي. الله يخليك. هو احنا في الاول في موضوع السرب، احنا عندنا السينما الشعب، السينما الشعب منتشره على مستوى الجمهوريه عندنا في قصور مصر كلها، مش كلها يعني معظمها اللي هي جاهزه للعروض السينما، وكل قصر جديد بنفتحه طبعا بيشغل فيه سينما الشعب. سينما الشعب احنا عاملين بروتوكول مع المتحده، الشركة المتحدة، ان بننزل احدث الافلام اللي بتنزل في السوق باسعار مخفضه للجماهير. وطبعا احنا كان في العيد كان عندنا اقبال كبير جدا، كان كامل العدد الحمد لله. مع بدايه فيلم السرب احنا مع المتحده اتفقنا مع الوزيره وجهت ان هو لازم يتم من اول يوم، يتم في جميع السينمات في وقت واحد. عملناه في جميع السينمات، جميع المسارح اللي هي جاهزه للسينما، اللي هي مجهزه تجهيز سينمائي اللي احنا بنشغله. إيه على سبيل المثال احنا عندنا مثلا قصر ثقافه دبه في بني سويف، وعندنا في قصر ثقافه القناطر الخيريه، وعندنا في ابو المطامير في البحيره، وعندنا في قصر ثقافه الزقازيق في الشرقيه، وقصر ثقافه دمنهور في البحيره، وعندنا شرم الشيخ في قصر ثقافه شرم الشيخ، وقصر ثقافه قنا، وقصر ثقافه اسوان، والمركز القومي بكفر الشيخ، وسينما هيبس في الوادي الجديد، والاسماعيليه، قصر ثقافه الاسماعيليه، وقصر ثقافه العريش. يعني احنا متوفرين على مستوى الجمهوريه في المواقع الثقافيه اللي بتنشر الحمد لله فيلم السرب من يوم ما بدا، من يوم واحد، وعليه اقبال. جميل. اقبال كويس جدا جدا جدا. احنا بنتوقع الاقبال ده طبعا بيزيد، احنا في فتره اجازه لحد يوم الاثنين الاقبال بيزيد زايد كتير يعني الحمد لله. فيلم السرب من الافلام اللي هي بتحكي قصه واقعيه، قصه واقعيه. احنا هدفنا ان هي بتنشر كمان روح، رفع روح الولاء والانتماء. احنا الجيش المصري، الجيش المصري العظيم اللي هو رد الاعتبار للشعب المصري وفخامه الرئيس في قراره في الملحمه الحقيقيه اللي بيجسدها فيلم السرب، دي من اهم المعارك اللي لازم بتوصل للشعب المصري وشبابنا عشان بترفع عنده روح الولاء والانتماء. الحمد لله الفيلم جايب اثره عندنا، منتشر بطريقه كويس جدا، الناس بتتفرج عليه كويس جدا، يعني بيقبل عليه كويس جدا. الحمد لله ان هو ادى دورنا واحنا ادينا دورنا الحمد لله بحرفيه ممتازه، واحنا بشكر جدا الشركه المتحده على انتاج الفيلم وعلى التعاون والبروتوكول المتعاون مع الهيئه العامه لقصور الثقافه مع وزاره الثقافه. قصور مصر او المحافظات مصر بيبقى عندها تعطش للسينما. هي السينمات منتشره طبعا في القاهره وفي اسكندريه الكبيره، انما محافظات مصر اللي انا ذكرتها في قصور السينما بيبقى عندها تعطش. الشعب المصري عنده تعطش وحب للسينما، حب للسينما، كل انه بيدخل يتفرج على فيلم السينما بيبقى ليه تاثير كويس، تاثير ايجابي ورفع من روح الايجابيه عندنا عند الشعب المصري. فهو مشروع من انجح المشاريع اللي في وزاره الثقافه. انا بشكر معالي الدكتور نبيل الكيلاني على دعمها للمشروع ده بكل قوه. الحمد لله المشروع اتي ثماره ونجاحه بطريقه جميله جدا الحمد لله. يعني اهم حاجه انه يبقى في زي ما حضرتك قلت يمكن محطات كده مختلفه لسينما الشعب. 40 جنيه سعر التذكره دي يمكن حاجه تخلي كل فئات الشعب تدخل وتبقى في حاله من الترفيه كده لدى هذه السينمات اللي موجهه لكافه الجموع المصريه. بنشكرك الاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئه العامه المصريه لقصور الثقافه، كل الشكر ليك. شكرا استاذ عمرو. فيلم مصنوع بشكل جيد، فيلم السرب، مهم جدا ان احنا نتفرج عليه ونشوف ولادنا يشوفوا كمان البطولات الخاصه بالشخصيه المصريه. وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر، نشوفكم بكره وحلقه جديده. بشكرك بسنت وكل الشكر لحضراتكم.